إذن أعزائي المشاهدين، نذهب بكم إلى ملف يتعلق بحديث هنا وهناك تتحدث عن استبدال الأسطوانة الغاز الحالية الموجودة في البيوت، هي الأسطوانة المعدنية، بأسطوانات بلاستيكية. طبعا منعرفش يعني طبيعة وخطورة أو مثل هذه الأسطوانات، وهي مستخدمة في دول العالم. لذلك راح نروح ومعنا على الهاتف الخبير في النفط والمحروقات وفي هذه المسائل، الأستاذ فهد الفايز. أستاذ فهد، مساء الخير. مساء النور يا مرحبا، حياك الله. يعني فعلا في حديث عن عطاء يتحدث عن استبدال الأسطوانة الحالية بأسطوانات بلاستيكية، يعني حدثنا عن حقيقة هذه المعلومة. في الأمر السابق لأوانه والحديث فيه مبكر. في أسطوانات في عام 2008 إحدى الشركات جابت عينات في ذات الوقت، طلبتها المواصفات والمقاييس. هذه الأسطوانات بأكثر من قياس وحجم، لكن طلب الأسطوانات ذات القياس اللي موجود في الأردن اللي هو 12 كيلو أو 12 كيلو ونص تقريبا، سعة الغاز السائل. لغاية الآن لم تأخذ هذه الشركة موافقة على هذه الأسطوانات، لكن الحديث يدور حول هذا الأمر في هذه الأوساط، أوساط موزعين الغاز، أوساط الشركات اللي أخذت رخص حديثا لإنشاء محطات تعبئة أسوة بمصفاة البترول، لأن هيئة تمويل قطاع الطاقة والمعادن رفعت حصرية مصفاة البترول أو ألغت حصرية مصفاة البترول أو أوقفت بمعنى أكثر دقة، أوقفت حصرية مصفاة البترول في إنتاج وتوزيع الغاز المنزلي، وسمحت لشركات أظن أعتقد ثنتين تم ترخيصهم لهذه الغاية، والترخيص ما زال حتى هذه اللحظة، لم تنشئ هذه المحطات ولم تستكمل كافة التراخيص. فالأمر مبكر الحديث عنه، لكن إذا تحدثنا وجينا أن نقول منافعها بمعنى هل مطابقة للمواصفات أو غير مطابقة للمواصفات، هذا الأمر بيد مؤسسة المواصفات والمقاييس، علما بأنها مستخدمة عالميا وفي أكثر من دولة سواء غربية أو بعض الدول العربية، في لبنان مستخدمة، في العراق دخلت حديثا الاستخدام لكنها لم تستخدم بشكل سليم وما زالت تغطي على المعاق بشكل كبير. فالأمر ما زال سابق لأوامر الحديث، إنما هذا التخوف إن كان موجود عند موزعين الغاز فهو تخوف بسبب وجود 5.5 مليون إلى 6.5 مليون أسطوانة حديدية مستخدمة بين إيدين المواطنين وموزعة بالكامل على من الرمسة حتى العقبة. هذا التخوف ظنا منهم بأن هذه الأسطوانات الحديدية الموجودة بين أيديهم الآن يعني ما رح يعرفوا إيش ممكن يعملوا فيها لاحقا، لكن من المؤكد بأنه إذا أخذت هذه الأسطوانات البلاستيكية، أو هي ليست بلاستيكية، هي فايبر غلاس مصنعة من مواد معالجة وقابلة للاستخدام والتحمل والقدرة على التحمل لفترات أطول. لكن هذا التخوف زي ما حكيت، التخوف يعني محمود ومقبول، لأنه في ظن بأنه 5 أو 6 مليون أسطوانة وين راح نروح فيهم؟ برأيي الشخصي لن يعجزوا عن إيجاد حل، سواء كانت وزارة الطاقة أو هيئة قطاع الطاقة والمعادن أو حتى نقابة المحروقات التي قادرة على إيجاد حل وسطي للموزعين، مش في يوم وليلة، سيكون على مدار فترة طويلة، لكن الأصل أن تأخذ هذه الأسطوانات الموافقة وتصبح قابلة للاستخدام على الأرض الأردنية. بالتالي التخوف غير موجود نهائيا، ما هو موجود في الأذهان. 5.5 مليون أسطوانة تداولها من سنين طويلة، قادرة مصفات البترول بالدرجة الأولى وهي الجهة المسؤولة الأولى والأخيرة عن هذا الأمر، وزارة الطاقة وممثل في أي من قطاع الطاقة والمعادن، ونقابة المحروقات الجسم القانوني الممثل لموزعي الغاز جميعا في الأردن، قادرين على إيجاد الطريقة الأسلم والحل الأفضل بما يرضي مواطن لكي تصل إلى أسطوانته بشكل سليم وآمن، بعيد كل البعد عن 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 مخاطر على أمنه وحياته وحياة أبنائه، ومصفات البترول بحيث تكون قادرة على تقديم هذه الخدمة من خلال هذا النوع الجديد من الأسطوانات. لكن البنية التحتية لهذا الأمر غير مهيئة وغير جاهزة أبدا، لا في مصفات البترول ولا حتى في الشركات التي أخذت تراخيص
جديدة لم تستكمل، وركز على هذه النقطة، لم تستكمل بعد. نعم. التراخيص، وبالتالي بعد استكمال التراخيص شو بتقصد بالبنية التحتية؟ شو بتقصد بالبنية التحتية؟ ماذا تحتاج هذه الأسطوانات من بنية؟ البنية التحتية صديقي معنى الكلام أن الأسطوانات الحديدية لتعبئتها لها مواصفات معينة من محطات التعبئة. يعني محطات التعبئة القائمة حاليا في مصفات البترول بتعبي الحديد بس، وهي الاستخدام وتعبئة الأسطوانات الحديدية. ايوه. لكن الاسطوانات الفايبر جلاس او البلاستيكيه المسمى بلاستيكيه وليست بلاستيكيه، البنيه هذه الاجهزه او هذه نسميها خطوط الانتاج المجهزه لتعبئه الاسطوانات الحديديه غير مجهزه لتعبئه الاسطوانات الفايبر جلاس الحديثه. فبالتالي هذا ما قصدته في البنيه التحتيه، يعني بدها خطوط انتاج مختلفه ويعني مصانع مختلفه. طيب سؤالي استاذ فهد، بحاجة احنا نبدل هاي بهاي؟ يعني هاي احسن من هاي؟ يعني الفايبر جلاس احسن من هاي؟ يعني اذا اردنا ان نحاكم مثلا التبديل هنا، خاصة بتعرف يعني ظروف المواطنين هسا. نعم. يلا يقدر يشتري جيرة الغاز. يعني احنا يعني ثقافة التعامل مع الاسطوانة الحديدية مبنية على سنين طويلة ماضية بانها قادرة للتحمل، والمعدن حديد وصلب، فبالتالي قابل للتحمل والتداول. لكن اسطوانه الفايبر جلاس الخوف منها لانها ماده بسيطه، واسطوانه على فكره وزنها لا يتجاوز 4 إلى 5 كيلو مقارنه مع الاسطوانه الحديديه التي تصل الى 16 كيلو وزنها فارغه. نعم. فبالتالي في نوع من التخوف. لم يسجل اي حادثه على الاسطوانات الفايبر جلاس، وبالاصل ايضا لم يسجل حادثه حقيقيه بسبب انفجار اسطوانه غاز حديديه في الاردن، انما الاسباب كلها والمسجل هذا الدفاع المدني ومصفات البترول هي سوء استخدام. وليست لها علاقه في جسم الاسطوانه او في صمام الاسطوانه. بالتالي الامر اخي ما زال امامه وقت، ما راح اقول قدامه 10 سنين العفو، ما زال امامه وقت. بس هذه الفكره نحن جميعا نعلم بان محطات المحروقات على مدار سنين طويله كانت محصوره بأداء معين وبشكل معين ومواصفة معينة. اليوم أصبحت من عام 2008 حينما دخلت الشركات التسويقية وانتهت عصرية المصفاة، وفي عام 2016 حينما بدأت هذه الشركات باستيراد المشتقات النفطية على عاتقها وموافقة تراخيصها، أصبحنا نتعامل مع حالة حديثة وبشكل حديث لمحطات المحروقات، وخلقت المنافسة، وما زالت للأمام هناك في غاية لتطوير هذه الخدمة وهذا النوع من الخدمة. بالتالي تطوير نوع الخدمة التي ستقدمها مصفات البترول أو الشركات أو حتى موزعين الغاز ومستودعات الغاز القادرين على التطور فعليا بعد إنشاء مستودعات الغاز من حوالي 4 سنوات، جميعا لدينا الاستعداد على تقديم الأفضل، وبالتالي التطور هو منشود ومطلوب. لكن نحن كل شيء جديد نهاب منه، كل حديث نخاف منه. التجربة كانت حينما هبنا وخفنا من محطات من مناصير وتوتال أن تقدم خدمات إسوة بما تقدمه مصفات البترول. اليوم هذه الشركات قادرة على تقديم الخدمات بموازاة مصفات البترول، لأن الشركات حاصلة على ترخيص شأن مصفات البترول. وكذلك من حيث فيما يتعلق في موزعين الغاز أيضا كمان سيكونوا قادرين لأنهم مؤهلين لهذه الغاية. مستودعات أكثر من 125 إلى 150 مستودع قادرة على التأقلم والتطور والدخول في أي شيء جديد يخلق على أرض الواقع، شريطة مطابقة هذه الأسطوانة للمواصفات والمقاييس وأخذ التراخيص التامة التي تلزم لهذه الغاية من الجهات المعنية ابتداء من مواصفات المقاييس نعم. بدي اشكرك شكر جزيل على وقتك خبير النفط والمحروقات الاستاذ فهد الفايز. شكرا استاذ فهد. اذا حبينا نروح لهذه المساله، وبجوز عجبني الاستاذ فهد ويتحدث عن ثقافه التعامل مع هذه الاسطوانات. تعودنا على اسطوانات الحديد، يعني المساله بدها يعدوا للعشرة، يعني اذا كان تطور ماشي بدنا نروح عليه، اذا كانت مجرد يعني حاله جماليه بدنا نشوف هل نحن بحاجه ام لا، لأنه كمان هل بيوتنا يعني مناسبة، لأنه إحنا بيوتنا ومطابخنا أيضا لها درجة حرارة ودائما مرتفعة درجة الحرارة. يعني أسئلة مفتوحة بجوز الخبراء هم اللي ممكن يناقشوا فيها. نكتفي أيضا، نذهب إلى وقفة ثم نعود.